السلام عليكم غزالات، مرحبا بكم في القناه. في اطار الوصفات الصحيه الجديده وكذلك سريعه التحضير، غنتقاسم معكم طريقتي في تحضير كرات الطاقه بطريقه جد سهله وفعلا الا جربتوهم غينالوا اعجابكم بزاف بزاف. غادي نحتاجوا اولا التمر، هو المكون الرئيسي اللي به غادي نجمعوا هاد المكونات. تقريبا عندي هنايا 300 غرام ديال التمر. كذلك غنحتاج مكسرات، انا عندي هنا اللوز مع القرقاع. غنحتاج واحد جوج كيسان ديال الشوفان، وبالنسبه كذلك غندير فيهم شويه ديال الزرارع اللي تيزيدوا القيمه الغذائيه ديالهم يرفعوها، وبهالطريقه تناكلوهم بلا ما نحسوا بالمذاق ديالهم. وكذلك الوليدات تندخلوا لهم بحال هاد الحويجات هادو، بحال مثلا عندي انا هنايا الزنجلان نافع وحبه حلاوه، زريعه الكتان، وكذلك إلان. القيمه ديال إلان راها عاليه بزاف ومهم، خصنا ضروري ندخلوه في هاد الوصفات. وكذلك غادي نحتاج باش نسم هاد الكرات شويه ديال القرنفل، شويه ديال القرفه، وقبيصه ديال الملح. دونك هنا اول حاجه غادي ندير هاد المكسرات، اللوز مع القرقاع وتحمر واحد شويه قبل ما نطحنهم. وفي نفس المقله غادي نحمروا الزرارع مع إلان، ديك زرعه الكتان والنافع وحبه حلاوه، كلهم غادي نحاولوا نحمروهم. راه من بعد تيبداو يطرطقوا، داك الزنجلان حتى تيبدا يطرطق، ديك الساعه تعرفوهم بانهم راهم طرطق. بالنسبه للتمر هنايا راه عندي التمر مغسول، غادي ننقيه من العلف ديالو وغادي ناخذ نطحنه. كلما كان التمر داك المعجن كلما كان السوائل فيه غادي يكون اكثر، يعني انه غادي يجمع لينا داك الحشوه اكثر، حيت هنايا هاد الحشوه غنجمعوها فقط بالتمر. هنايا هاد التمر هذا طحنته مع واحد نص كاس تاع ماء الزهر، تيعطيه واحد المذاق زوين بزاف. نجيو المكسرات اللي من بعد ما تحمروا غادي ناخذ باش نطحنهم. ممكن هنايا يطحنوهم حتى تيوليو يطلقوا الزيت ديالهم، انا هي فقط طحنتهم على شكل تولوا على شكل بودره. من بعد ما طحنت داك اللوز والقرقاع ممكن نتوما تستعملوا اي مكسرات تعجبكم، مثلا البندق ولا الكاجو اللي بغيتو ممكن تدخلوها. المهم هنايا من بعد ما طحنتهم بحال ما كتوليو على شكل بودره، تناخذ بعدا كاين هذاك الشوفان هو اللي ولا نديه يتحمر. بغيت نحمر كلشي هاد المكونات هادي في نفس المقله اللي حمرت فيها هاد الزرارع واللوز والقرقاع، غادي ندير فيها داك الشوفان وبنفس الطريقه. علاش؟ حيت هاد الكرات هادو ما غاديش ندخلهم مازال الفران ولا تابعهم الطياب مازال، صافي غادي نجمعهم غير بالتمر. المهم هنايا راه من بعد ما داك الزرارع تحمروا خديت هما طحنتهم، دونك هنا بنفس الطريقه غادي نطحن الشوفان من بعد ما حمرته. بيان سور بالنسبه للكثافه ولا الخليط كيفاش نو غيكون ديال الشوفان على حسب نتوما شنو بغيتوا. واش دوك الكرات بغيتو يكون فيهم داك الشيء مهرمش راه غادي تخليهم فرشين، بغيتوهم يكونوا ما باينينش غطحنو مزيان. دونك هنا ها هو التمر من بعد ما طحنته. انا راه طحنته ضفت معاه واحد تقريبا نص كاس تاع الماء، ومن الاحسن تضيفوا الماء ديال الزهر تيزيد ينسم لينا هاد التمر هذا وينسم لينا بالتالي الكرات. دونك التمر غنضيف ليه ديك القرفه مع القرنفل مع شويه ديال الملح، غادي نضيف داك اللوز مع القرقاع. بسم الله نضيفه بشويه بشويه وانا تنخلط. ممكن انكم هاد المكسرات تخليهم مهرمشين. غادي نضيف هذاك إلان مع داك الزنجلان وداك الشيء الاخر اللي نافع، حبه حلاوه، زريعه الكتان، وغادي نضيف داك الشوفان. صافي وغنخلط.
دونك هنايا تنبقى نزيد في هذوك الزراره مع داك المكسرات مع الشوفان بشويه بشويه، وتنحاول باش ندخلهم في داك التمر. بالنسبه لهنايا ممكن نتوما تزيدوا مثلا الشكلاط دايب، ممكن انكم تزيدوا العسل اللي بغيتوا، ممكن تضيفوها. انا عطيتكم الاساس ديال هاد الكرات هادو، وممكن نتوما تزيدوا مازال تنسموهم كما بغيتوا. هنايا كما تشوفوا انايا راه استعملت اليد ديالي، حاولت باش ما نقطعش لا فيديو باش تشوفوا بان هذيك الكميه ديال التمر غادي ندخل فيها كلشي، هذوك المكسرات مع كلشي، داك الشوفان مع كلشي، داك الخليط ديال الزرارع، فقط غير بداك شويه ديال التمر. علاش؟ حيت طحنته مع داك نص كاس تاع ماء الزهر، وهانتوما ها هما كيفاش تيولي الخليط. بالنسبه للقيمه الغذائيه ديال هاد الزرارع راه عاليه بزاف، وحتى بالنسبه للناس اللي متبعين ريجيم او للناس اللي تتخاف مثلا من السكر بزاف، اللي ديابيتيك ولا كدا، ها راه هما ما حلوينش بزاف. حيت الا جيتو تشوفوا واحد الكميه ديال التمر فيها واحد الكميه كثيره ما بين شوفان وزرارع ومكسرات، يعني انه واحد يجيك بحال تقريبا تميره في كل كره، يعني انه القيمه الحلاوه ديالهم ما عالياش بزاف، ولكن القيمه الغذائيه ديالهم عاليه وعاليه بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكرات. فريمون بغيتكم انكم تجربوهم، قيمه غذائيه عاليه ومذاق ديالهم ما رائع بزاف، مع داك شويه ديال القرنفل، مع داك الطريقه ديال القرفه، تيجيو بنانين بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوهم. وبالنسبه لدابا مثلا تستعملوهم في الفطور في الايام العاديه، او في السحور بالنسبه لرمضان مع كحسيات ديال ياغورت، يعني شي حاجه زوينه بزاف، او في العشيه بحال ما هكايا تاخذوهم مع كيس تاع القهوه، فعلا راهما زوينين وتيجيو لذاد. وكما ذكرت راهما ما فيهمش، ما حلوينش بزاف يعني بالنسبه للناس اللي متبعه الريجيم، وكذلك مهمين بالنسبه للوليدات على حسب انهم مدخلين فيهم إيلان. وانا عطيتكم الاساس، ممكن نتوما تزيدوا تنقصوا فيهم كما بغيتوا، ممكن في هذه المرحله هذه ترشوا عليهم شويه ديال الشكلاط من الفوق، اولا ممكن نتوما تفنوا فيهم كما بغيتوا، المهم هذا هو الاساس ديالهم. وبالنسبه لطريقتي في الاحتفاظ بهم، انا تنديرهم في الثلاجه، لكن ممكن انكم تخليهم على برا بيسكو ان كلشي المواد اللي فيهم محمرين، يعني انه ما يجرى بهم حتى شي حاجه. وكما شفتوا راه انا حاولت باش ان السعرات الحراريه ديالهم ما نعليهاش بزاف. بالنسبه للناس اللي متبعين الريجيم، ما ممكن انكم تزيدوا فيهم الزبده دايبه او العسل او الشوكولاته. دونك انا هنايا غادي نختم هاد لا فيديو هادي، نتمنى انها تكون مفيده لكم، انكم تجربوا هاد الكرات الطاقه. كما ذكرت ممكن تستعملوهم في الفطور في الايام العاديه، وبالنسبه لكم او للوليدات ديالكم، او في الكوتي مع كاس تاع القهوه، وممكن كذلك في الايام ديال الصيام ممكن انكم تاخذوا كويره بحال ما هكايا ولا جوج مع كاس ديال ياغورت في السحور، تيكونوا قيمه غذائيه عاليه بزاف بزاف. وهنا غادي نختم هاد لا فيديو ديالي، نتمنى فعلا انها تكون مفيده لكم، وانكم تجربوا هاد الكرات الطاقه بهالطريقه هذه. نخليكم انا في امان الله، على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، بسلام عليكم.